حياكم الله. معكم اخوكم سام. حياكم مرة ثانية لا دارك سولز 2. نكمل الحين بعد ما خلصنا شاين اوف امارا. بس قبل ما نكمل في منطقتين نبي نروح لما الاولى بنرجع القصر وتخبرونا البنت اللي شفناها عند ذاك الباب اللي مع المربط اللي فيه جثة مربطة معي يتحرك. شو نسوي؟ نبي نرجع. وات؟ وراهم قاعد يرجع. اوكي الحين لازم نرجع ننزله. ها. يرى وصل يا ساتر. احنا خلنا ننزل ارجع مرة ثانية. طيب تقول السيف لو تلاحظوا شوف عنده. خلينا اصبر. شوف على الاقل يعني كويس السيف يعني الغريب فيه انه يعني اتوقع انه اول مفتاح بيصير بسيط يعني بيصير بسيط او صغير انه ممكن يصير ستريت سورد بس لا. جريت سورد يعني لازم تشيله بيدينك. شوف شلون ثقيل يعني يا ساتر يعني سووا قفل معي عشان يحبس هالشخص. يعني مهما كان هالشخص هذا معناته يقول باختصار هذا لما تشوف واحد يقول لا تطلع. وصل. هي بس الحين مو بلازم تطلع. الفائدة الوحيدة انك تطلع وش هي؟ انك بتاخذ يا طويل العمر لو رجعت لبنتك كلمتها تاخذ ديفاين بليسنج. فاذا كنت تبي ديفاين بليسنج تقدر تاخذ من هنا. بس على فكرة ترى استخدمت السيف، السيف راح عنك للابد. اكزامن. احنا تخيل نحط سيف وجهه وطق رقبته. الحين اوكي رينج اوف ذا ديد. تذكرت ايش يسوي هو رينج اوف ذا ديد؟ وينه؟ اخبره هو يا اما انه يخليك هولو وشكل هولو وانت خلي شكلك انسان وانت هولو او شيء زي كذا. اصبر هذا رينج اوف ذا ديد كيب هيومن ابييرنس وان هولو يعني تبت شكلك انسان حتى بعد انت هولو. هذه فائدته بس انك تستخدمه علشان بعض الناس اللي تكلمهم. لان في واحد مثلا في شخصيه ما راح يكلمك الا وانت هولو. لو انت انسان ما يكلمك مره فلازم تصير زومبي عشان يكلمك. المنطقه الثانيه اللي بنروح لها وين ذا جاتر؟ تخبروا احنا لقينا الباب المقفل اللي فيه حق ذا دارك وقال راح نتقابل ثلاث مرات قابلناه مرتين الثالثة بذا جاتر. ما قدرت اقابل لان الباب كان مقفل. الحين فتحت الباب انا ونقدر نروح نكلمه. عفوا بلاك جولتش. اوكي. هذا احس المفروض الحين وقف التختيم واحذف اللعبه وكلش واحذف القناه وكلش مره من الفشيله اللي طلعت. ما شفت شيء. اوه شفت بدينا المنطقه يا سلام. اوه متى مت انا هنا؟ انا ما مت. خليني اوري شيء الحين ما اقدر اشوف شيء. كم ظلام. ان شاء الله ما في انفيد. ان شاء الله ما في انفيد. انه بيجيني ذاك. يب هذا هو. انا فتحت الباب هنا. يب هذا هنا. استغربت. وشو ما اسمعك؟ I am dark, I will grant it as much as you desire.
Well then, is dark what you wish for? والله دارك عند الحمد لله عندي فلايم باترفلاي وضع سليم. يب. خلنا بيلجرمج اوف ذا دارك هذه كافلنت. خلنا ابيس سيل. الحين هنا ندخل زي الكازم، هذه المنطقة اللي هنا الصراحة صعبة مرة، ما أتكلم يعني أتكلم سخافة من الصعوبة، لأن يا طويل العمر يعني تتسوي ثلاث مرات علشان تحارب بوس، وعلى فكرة قل إنك وصلت البوس وحاربته ومت، لازم تعيد بروجرس هذا مرة ثانية عشان تحارب هالبوس. البوس ممتع، البوس تصميمه رهيب وقتاله ممتع حلو، فلازم تعيد البروجرس مرة ثانية عشان تحاربه. هذه أفكر أسويها بستريم ولا شيء، علشان يعني لأنه مين بيجي تشوف أنا أسوي مقاطع عن هذه عنا. إذا سويت ستريم وضبطت معي بستريم راح أسويها. على فكرة الباب هذا يكون مقفل حلو لو كنت أنت إنسان، بس لو أنت حولت هولو يرجع ينفتح لك. ليه؟ عشان خلنا نذبح اللي هنا. ليه ينفتح لك؟ لأنه هذه حطة ولا الناس اللي في بعض الناس اشتكوا إنه راحت عنهم اللي هم الأفجيز ما يقدرون ياخذونه حلو، فحطوا المكان ذا. تروح تقابل، خلينا نروح من عنده ليه لا، تقابل بنت ام بي سي هناك واحده ثانيه تغني تعطيك هيومن افجيز لو قضى عنك من العالم. عشان كذا الباب ذا ما يفتح لك الا وانت ميت، عشان كذا مت انا هناك يوم كنت ببلاك جولتش، ما مت لاني ما انتبهت للطريق. بس بيجيك هذا واحد حق البايرومانسي هنا يستقب عليك. لاحظ لابس نفس اللبس حق ذاك من دارك سوز 1. تعال مات. هذه هي تسوي براي يقول last nothing happened. بس لو انك انت يا طويل العمر مثلا ما عندك human effigies يعطيك human effigy هنا. Who are you? And what do you want from us? Milfinito. That is what we are called. كلكم اسمكم من فنيتو. My name. Do you mean our name? اسم ما يهمه. We know nothing of the outside world. نفس الكلام. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world. يب نفس الكلام. The little ones were born from the great dead one, and the great dead one taught us song. الديمن اللي ذبحته أنا تاو، أوكي. Divine blessing. Oh, la fire seed. You silenced that cursed singing. Please accept these as a thank you. Divine blessing, Kadhi. Do you seek comfort too? You poor thing. Take this at the very least. Petrified something. This is all that we can do. Well, smile for human effigy. The little ones. Yeah, poor one, great one, dead one. Okay. نفس الكلام هنا، اخذنا باتروفايت سمثينج. هذه اقدر اروح اضحي به مره ثانيه اسوي تريد. خبرهم في ايتم هنا تحت صح؟ قلع ساتر. كم واحد فيه؟ اوكي اكس 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 ارجع.
يا ابن الذين ترى ما ادري من جو وما ادري انا هذا الدرع اصلا موجود باللعبه ولا لا اللي هو حق البايرومانسي من دارك سولز 1 نلاحظ هم بايرومانسي في نار فوق خبر انه في صندوق هنا يب هذا هو مان سلاير ظهرنا هذه بلاك كيتانا هذا هو مان سلاير في كيتانا بعدين تاخذه لا تستمر هنا تروح هناك الموت في كيتانا بعدين تاخذه شوف اذا في صندوق ولا شيء مضيعه زي ما كنت اقول في كيتانا تاخذه مختفيه حلو بس يعني لو تركز تشوفه وظيفة ان لما تطعن يخترق الدرع يهاجم العدو على طول نسيت اطور نفسي بس في بونفاير قدام اقدر عليه ما اقدر عليه ما عليكم اي نضحي احنا 3000 بس 36000 3000 يا حليلي ذي مب ليفل ذي يلا اشتري بقى ايتم يا ابن الحلال ترى حربتك اكثر من مره خلاص انقلع يجيبني الباب هذا شوف شلون تحسن فيه حتى تعبن عليه لازلنا ننزل شراين الحين يطلع لك شراين اوف ماتا 2 عشان بعد يطلعين وتقول ديليت جيم فجاه الحين يبدا يدور يسوي زي بوكيمون يقول طاح وصلنا يب هذه هي البانفير اللي يقول عنه عند كريبت المقبرة اي هذا هي يلا خلنا نولعها الحين دور ساتر يا ابن الحلال كلمني قل لك بتجي اوكي يا طيب ترى بدك تقول لي هاي ابي اكلمك مو بلازم تهبل بي اي تقابلنا Young Hollow, conqueror of fear. What drives you so to overcome the supposed curse? التختيم هو اللي مشجعني. Life is brilliant, beautiful. It enchants us to the point of obsession. Some are true to their purpose, that they are called flesh and mind. One man lost his own body. يب هذا قبلنا اللي خسر جسمه مثل الراس التختيم قلت لك ما ادري هل هو يتكلم عن جوين لورد اوف لايت؟ بعد ما اعرف اني انا مجرد عروسة هل إذا تبغى السلام؟ No. Venric, the near true monarch, is here, and not far off. Oh, قربنا الفنريك. But what is a king? You, neither born with great wisdom nor granted him by the fates. What is it you seek? You cannot even say yourself. We shall meet again.
طيب بس نجي مرة ثانية نتقابل، لا تتبل بي. لازم تفجعني كل مرة بكلمك، يمديك تقول لي هاي يانج هالو وش اخبارك؟ يعني مو فجأة بروح بروح اكلم خوي مثلا ارسل رسالة اقول هاي فاضي ولا شيء، مو باجيب سيارتي اكسر عليها الباب وادخل كثير كاني نيكو من ديفل ماي كراي 5. احس انت الحين توتر كل ما ولع بهاوف فاير. خاف الحين ولع بهاوف فاير فجأة يطلع لي اجي هنا. اه يلا بقعد عند عند بجولة عند البنت ثم بوف يطلع لي يونغ هالو. يلا. وصلنا الحين لحد الاماكن المزعجة بعد. بس مو بصعب، هو مو 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 شراينة في مارا. حلو. مزعج بس مو هو بصعب. ليه المزعج فيه انه ما راح تولع النور، لازم يقولك حتى بعد لما تدخل الشخصية بيقولك لا تولع النور. والمكان مرة ظلام، مرة مرة ظلام. يقول لا تولع النور بأي شكل، سواء بالفلايم باترفلاي ولا شيء ثاني. هنا في شيء غريب، أنا خبر كان في جدار هنا مخفي، لاحظت؟ شف شكلي أنا غلطان، لأني ودي رغم أني ودي أحلف أنه كان في جدار هنا مخفي. كني متوهم أجل. يا الله شوف موقفين هنا، يعني زي ما تقول ينتظرون فندريك. هذا اللي تسميه ولاء. قلع. اه صح صح صح، ذكرت جدار قدام شوي. شوف هذا تقول اوه باب، بس لا عدو. هذا ماخذينه من دارك سولز بون. في ناس كانوا حرفيا يسوون بيلد كامل دروع، فحرفيا خلوه وحش يهاجم دروع. هذا راين هارت، وكان راين هارت رهيب. حلو. ما في هنا سحرة. ترى مو مرة صعبين. حتى بعد شوف سحرهم مو هو مو هو يعني هولي ولا سورسري، لا هكس حقين الظلام. بلي موت من ضربة. ترى هذه شفت اللي طلقوته؟ يسحب كلام، في واحد طلق عليه هولي. شفت اللي تو طلقوا هذه؟ هذه تراه هيومانيتي من دارك سولز 1. ما في ايتمز كويسات. ابتل استخدمهن. يعني الحين بيقول لك واحد يقول له تولع النور. اوكي وقفت. Human do not produce light. Light and all those who bear it are unwelcome in this place. يا ساتر كثير كانوا جامعتي. يلا وين هو هنا فوق؟ فإذا ولعت النور الحين ترى يهاجمك. ف يعني نصيحة لا تولع النور. I am Akden. Akden؟ Guardian of the crypt. Countless dead rest here in peace. Cradled by the comfort of dark, light only agitates. We have no need for it here. تقول كاتولا قم أنا بيد نور. I am a finito.
We weave death and watch. أنت حين أجنات ولا أفنيتو؟ This task was granted to. آه هو أنا أفنيتو. By the one who gave us the first death. يعني يمكن اسم الشعب حقه. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor. Some wise, some dull. But now, they're all just dead. الموت هو اللي بيسوينا كلنا. قال بعضهم قال كل الناس هنا ميتين. غني، فقير، ذكي، غبي. قال هم الحين كلهم ميتين. Did you come for him? The one called Vendrick. يعني حتى هو بعد ما اسمه كينج اسمه Vendrick. You'll find him deeper inside. أوه جوا كافو أخيرا وصلنا له. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. بس إنهم ماتوا كلهم. But they rest here now. Put to death by the king's own guards. Huh. Perhaps he's not in the mood for company. يعني الخدم حقين حقين Vendrick حقين Vendrick جو بيجيبون ملكهم بس ال يعني جنوده اللي صار بادقات حقينه ذبحوهم غريبة. In the past, humans were one with the dark. Yep, the dark soul. The former king of life, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. Gwyn. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Show me reverence, and I will lend you my hand. Manchester, have mercy. الحين صار merchant يبيع لنا أغراض. عند Ring of Thorns. بغيته عنده 13 humanity. عنده كم spells. يبيع مشروم مشروم ترى كويس. نبي ناخذ humanity. I am a finito. Countless souls rest. Some in the past. Farewell, هاي مكان مرة ثانية. What do you crow? What? Nope. Crowed human. Do as you please, okay. أنا مال عنو رجل. أوه في item set فوق. أوه أنا بس يا فنيتو اصبر علي. شكرا. يلا. طب فيه نور يعني مكان ما هو بظلام بس يفضل انك ما تولع. يخلل مكان ظلام كذا هادي لأنك إذا ولعت النور تراك تنكب حتى بعد في يعني زي ما تقول شيء تولعه يولع لك النور اللي هنا كله يصير منطقة واضحة ألف بس إذا سويت راح يصير لك انفيد وراح تطلع وحوش كثار يعني افتح النور على مسؤوليتك Best eye or بخذنا fire seed. حلو. بلي الله شوف أنا ترى هاي ديك شوف تقول اوه طيحة. يب طيحة بس بديك مكان. وانا مفضل اصلا ترى تجي هنا. مو بجاي من هنا. اوكي اخبره بعد يصير انفيد هنا الحين نرجع من هنا وراح تجينا بان فاير يس سول فيسل سول اوف هيرو يب شوف شلون حاطين شوف السلم كيف عشان تقعد هنا مره المكان ذا ما في الا يب ما في الا بان فاير اثنين بس طبعا انتبه للمكان ليه لانه في جرس اذا ضربته يطلعون وحوش هذا هو شفت هذول الاشباح لما تضربهم ما يموتون ترى لازم تكسر التمثال هذا عشان مره يموتون
فالمكان هذا يعني زي ما تقول احبه ليه؟ لانه يحفزك انك يقولك انك انت يعني جاي المكان الناس ميتين ومرتاحين، ليش تجي تزعجهم؟ يعني كما تفكر بصدق انت شو دخلك هنا؟ يعني لو فنرك، لو فنرك مو بهنا كان ما جينا خير شر. اكثر حين هنا نصيحتي يعني لا تقاتل بس بتلهج. لان هذا اللي بيصير، ترى مو بس انت، حتى بعد في وحوش مبرمجين اصلا انهم يضربون الجرس. هذا انت ما مات. يجيب لي الجدار اللي جنبه قام بلش به بيصير الانفيد. اخبر انه في جدار هنا مخفي. يب هذا هو نيمبس السوبر. خلنا اضبط البيري صح. اخيرا ابتل 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 تسوي سبام ما عليك تضبط. اوكي ما ذبحت كان بس ذبحت اللي هو الزومبي. ديفاين بليسنج وسولف ظهر سولف شيء. شكرا على الهيمنافجي. هذا ليان وهذا الظاهر السهم بعد. يلا احنا الحين مهمت بس ننزل الجرس ننزل زي الجسر. نصيحتي لك اذبحهم تراهم اللي هنا بالذات ذول الاثنين لانهم تنغث منهم. لان هذول شوف شلون مستقعدين. اي ابي امشي. نصيحتي لك لا تحرص، كنت بقول لك تحرص بقتالك لهم. المكان مره ضيق ما يمديك تدمجهم صح. هالحين حياك الله للقرف. لان شوف شلون بيضرب الجرس واحد غريبة المفروض يضرب الجرس. لا 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 كفو. يب زي كذا. الشيء اللي اقدر فيهم انهم لازم يستخدمون السحر. يعني ما يقدر يضربني بالسيف لا. ساتر. والله فرصة اني اتشقلب بعد. وراح ضرب الجرس. احب اتخيل اللي يضربون الجرس انهم هذه كانت وظيفتهم اصلا انهم يضربون الجرس بس انهم ماتوا هنا. فهمت علي؟ هذا شيء يحبه باللعبة لما ما تعلمك شو القصة انت تقدر تفهم. اقسم رب الكعبة اني كنت واحد يعني ضرب الجرس عبالي انا اللي ضربت الجرس. بس نبي نوصل للمنطقة. أساس ما في أحد وراي. لا الحمد لله. ممكن أمشي؟ يب شكراً. يس. وين الصوت؟ هذا كي.
غلف لا هناك او مو بهنا. انا غلطت، هذا مكافأتي. ضرب الاو اوتش اوتش عن انا كبت عمري. ساتر اوكي فهمت انا اني مت. طن طن تراه مات تراه مات. تمنيت هذه حركة وش يسوون هنا؟ ما المكان يقولك مثلا مكان مخصص للأموات. تمنيت تسوي جيمك انك اذا مثلا مت ترجع تحارب جثتك، فهمت علي؟ يعني تشوف جثتك تطلع وتحاربه، مو بنفس القوة ولا بنفس الأسلحة، فهمت علي؟ مو نفس القوة ونفس الأسلحة، بس يعني زي ما تقول يعني أو شبح، يعني مهم لازم نفس الشخصية. حتى لما الوحش يصير لازق بالجدار اضيعه. ممكن خلوني امشي. اوتش 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 هذا اللي حولت لها. بس يلا طاقة طاقة انا ثابت. لحظة رحت من هناك ان شاء الله. الباب من هنا يا اخي. سلام هنا لا يضرب الجرس، لا يضرب الجرس. يس الحمد لله وصلت. افتح الشورت كات. يس الحمد لله. اوف الله يبارك فيكم. الحين رجعنا من هنا. هنا بونفاير جنبنا قريبة. هذا زي ما تقول زي انك لازم تيجي من تحت اسرع عشان زي ما تقول منطقة سرية وتوصل بونفاير اسرع. هناك البوس. الحين وش تسوي؟ تيجي من هنا من تحت ومع ذلك اندخلت وتبعد. هذا بعد عن الجرس، بعد عن الجرس، بعد عن الجرس. حلو واذبحه. ليه؟ لان في جرس هنا واذا ضربته ومشيت يبي يرنه بيطلعون وحوش هناك. لا 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 ساتر نسيت الثاني. أوه في أحد؟ لا بيصير كذا راح تكره عيشتك زيادة. ويبدأ جبطون. وترى هذول الحين الأشباح اللي هنا يعني ما لهم ما لهم تابوت عشان تكسر وترتاح. لا افكي 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 افكي. ترى في هذا ها شو اسمه ذا دراجون رايدر. ادخل على الباص ادخل على الباص ادخل على الباص. ما صدق على الله ارتاح اني بقى بالبوس. انا احب ذا البوس. ليه واحد شوف قاعد ينتظر مره ثابت، هذا تسميه ولاء. وثاني شيء فيه السلاح حقه. تحسبه ميس؟ لا جرس تراه.
مديك تاخذ درع بعدين ين هزمته. فت هذا هو بدي يسوي سحر. شوف هجماته صارت اسرع شوي. والديفنس عنده صار عالي. اوتش. سلاح بوقف بوجهي. خلاص تمنى ترجع، خلاص تمنى ترجع. انه مات من السولز، والحين نبي نروح نقابل فنريك اخيرا. تخبر شلون لعبة بني تقول ملكة ملك فنريك فنريك تعطيك انطباع جوين. خل نروح اخيرا نقابله. هذا هو. هذا الملك. تخبر شلون لعبة بني ليه هو كذا؟ لانه ضحى بروحه تراه. لعبة بني لك من البداية تحس بيصير جوين، بتحس بيصير خارق، بس لا تشوف زومبي قاعد يمشي قدامك مو مهتم حتى بعد بقتالك، يناظرك ويمشي. ما يحاربك الا بس ان يعني انت حاربته. يشوف يشوف مشهد هذا، حتى الموسيقى نفسها اسمع. هذا اكثر احد اللقطات اتذكر دوكس ستوني. انا زي ما تقول يعني تحس برحمه للشرير، مو مش حتى مو شرير هو. انت تجي تشوف جثته كينجز رينج خاتم الملك. Alas nothing happened. الحين ترجع تكلم هذه الإمرالد هيرولد. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east, bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. انا راح اصير المانارك اللي وصل ملك الجاي. وحين ما تقول لك انت راح تصير ملك وراح تعرف ليه. حلو امرود هيرولد انتبهي ترى في واحد وراك. الحين نرجع. يعني احد اللقطات هذه كان تخيل انك يعني مثلا قل انك مثلا اقرب مثال براسي مثل جير. حلو تخبر شلون قاموا يتكلمون عن سكول فيس وتشوف سكول فيس تبدا سكول فيس سكول فيس اكس او اف تشوف سلفتهم، ثم تشوف يوم دمر قاعده كل شيء، ثم تبني قصه بعد ما صار السنيك الغيبوبه 9 سنين وتقوم تقول اوكي باخذ انتقامي. تخيل لما تروح تقابل سكول فيس بس الله بدل ما يصير شرير ولا شيء اللي عنده خطه عبقريه، لا يصير مثلا واحد قاعد بالسرير مثلا مريض به مثلا سرطان ولا شيء زي كذا. تحس بنفس الوقت ترحم شوي وتقول يعني هذا هذا الوضع. Bearer of the curse. I will always be at your side. يتغير كلامه. Until hope has fully withered. تخبر شلون تقول look for the king look for the king 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 الحين ما في. The sign you bear
will drain, and without souls. Stay strong, even when you have precious little time. ثلاثة تقول نفس الكلام. بس هم اللي تغير الحين طريقة كلام. واحد اثنين اوكي. ها الحين ودي راح اتاكد من شيء على السريع لان في واحد هنا لازم نكلمه. والله معي سولز كثير على فكره. شوف روحه ليش هذا كذا سول فيستر كذا سودا. Vester was always at the king's side, as if he were his lord's own shadow. After the king's return to the undead crypt, Valor followed, never to return. شوف روحه كذا سودا ليه روحه سودا كذا؟ هذه أنا ما أدري. مجرد نظرية. فيعني يمكن يصير غلطان. إنه ما قال لي لاحق الملك كأنه ظله. لانه تقابل واحد يشبهه يصير زي ما تقول يحمي الملكه عفوا اخت الملكه. حلو هذه تحارب الاضافه فتقابل مره ثانيه هناك. فانا احب اتخيل ان الملكه زي ما تقول طلعت جزء من روحه وخلت هذا يلاحقه عشان زي ما تقول تنتبه للفنريك وش قاعد يسوي. نفس الكلام. يلا الحين نرجع يتخبر شلون الحين اخذنا احنا الخاتم هذا هو هنا هذا هو open the gate king's gate. تخبر شلون لقينا بوابات يقول produce a symbol of the king. الحين تحتاج الخاتم هذا تروح هناك يفتح لك الباب بس. فالحين نقدر الحين نستمر قصة ونروح لمحد. يعني تحس بالنهاية انك تقابل الملك لا في اشياء زيادة لازم تسويها. كان معكم عبد السلام يعطيكم الف الف عافية على المشاهدة. ان شاء الله يرجعنا راح نشوف تكملة القصة من عقبه ومع السلامة.